انا كنت بتكلم على فكرة يعني المعالجة ممكن تحصل ازاي؟ هقول لك دي هتجيبنا لحته اكبر منها، هو سوءه السوشيال ميديا وسوءه التكنولوجيا بالذات مع الجيل الشباب والصغار السن اللي لا يجدون اي غضاضه ان ينشروا اسرارهم الشخصيه، وبالتالي كمان اشخاص اسرار اسرهم واصدقائهم بشكل مفتوح تماما. ده ممكن انه يوجد ماده ممكن تنشا منها جريمه. فعشان نخلي الموضوع دوت ما يحصلش، ضروري يتم توعية للآباء أولا إزاي هم يراقبوا في المراحل الصغيرة تماما أولادهم، اتنين إن هم يتكلموا معاهم عن الموضوع ده. اوعى تتكلم مع رقم غريب، يعني على الواتساب ما تتكلمش على رقم غريب، ما تندفعش ورا حتة مومو عايز إن مومو يتكلم معاك وتسجلها وتطلعها على الفيسبوك قدام صحابك. عايزين نتخلص من الحاجات اللي قد تؤدي إلى خطورة بالنسبة للأولاد. يعني هل حضرتك شايف من اللي بيتم تداوله دلوقتي على مومو إنها في خطورة الحوت الأزرق؟ هي لسه ما وصلتش لمرحلة الحوت الأزرق، لكن ممكن توصل جدا. فبالتالي إحنا ضروري إن إحنا ناخد حذرنا منها.